الثالثة صباحا 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وخلال لقائه مع مسؤولي مجموعة العربي لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد. وجه بابا الفاتيكان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني على مبادرة عقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في غزة، ودعا بابا الفاتيكان المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وبكل الوسائل لمساعدة سكان غزة المنهكين بسبب الحرب. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات أكثر من 280 شهيدا وقرابة 815 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37,084 شهيدا و 84,494 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفا أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن الوزير بيني جانتس استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي دعا جانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة تؤدي إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات. أعلن إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد الفوز الساحق الذي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية. وقال ماكرون في كلمة متلفزة عقب إعلان النتائج إنه وقع مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو والدورة الثانية في 7 يوليو. كما أكد أن نتيجة التصويت الأوروبي ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، مؤكدا أن صعود القوميين يشكل خطرا على الأمة. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن أوكرانيا تخضع لسيطرة كاملة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على حكمها ورعايتها. وعلق ميدفيديف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن أوكرانيا قوية ولا يمكن النصر عليها. أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان أنه لا يوجد تقدم ميداني في الهجوم العسكري الروسي في محيط خاركيف، واعتبر جيك ساليفان أن ذلك يعود للضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن للأوكرانيين لضرب روسيا على الجانب الآخر من الحدود بالأسلحة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن المدينة الأوكرانية لا تزال مهددة من روسيا رغم عدم تحقيقهم أي تقدم ميداني في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة.
ورياضيا، يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الاثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. هذا ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة بتسع نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة بالانتصار في مبارياته الثلاث. انتهى الموجز الإخباري، والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو شهاب، دمتم في أمان الله.